رعت الفساد ولم تحارب الفساد. لجنة طالت يدها للأسف الشديد المساكين وجرفت الخدمة المدنية في السودان، ولم تستطع أن تقتلع لا تمكين ولا غير تمكين. هؤلاء الناس جاءوا بروح سيئة جدا، أيديولوجية فكرية، روح أيديولوجية، روح للنيل من الخصوم، روح كراهية، لم يأتوا البتة بروح عدالة. لجنة إزالة التمكين أخي أستاذ الصالح كان ينبغي أن تكون في موقع الشاكي فقط في موقع الشاكي، لكنها للأسف الشديد انتزعت من هؤلاء، لأنهم كانوا يعلمون أنهم بدون هذا المعول الهدام هم لن يستطيعوا أن يبقوا، لذلك أرادوا أن يبقوا من خلال هذه البروباغندا التي أنا قلتها في هذه في 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 هذا المنبر كذلك، أن هذه بروباغندا وستنتهي بإذن الله تعالى. طب من هنا دكتور، البعض يحاول أن يختزل المشهد في السودان أنه قامت ثورة عظيمة سرقها ثلة من يعني شيوعيين إذا بدك أو اليساريين أو هكذا يقولون يصفونهم، التي اغتنمت الفرصة ليس لتحقيق أهداف الثورة وتسيير شؤون السودانيين، بل الانتقام من خصومهم التاريخيين الإسلاميين. هذا هو، وده أنا أحسب أنه أصبح الآن تحليل يقوله يعني معظم الناس ويعرفه حتى معظم هذا الواقع الذي حصل في السودان. طبعا هذا هو بالضبط الواقع الذي حدث في السودان، وهم للأسف الشديد ليسوا عقلاء، لأنهم يعني ليسوا رجال دولة، هؤلاء ناشطين كثير إسلامي. عليهم حزب الأمة إسلامي ولا مش إسلامي؟ لا، حزب الأمة محسوب قطعا على 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 طيب على شريكهم على أنصار الإمام المهدي، ومحسوب على الإسلام. طيب شريك الحكومة وشريك الحمدوك للأسف الشديد وشريك البعث، للأسف الشديد، لأن الذين يقومون على أمر الحزب اليوم بالذات جناح مريم الصادق المهدي، هؤلاء لا 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 يختلفوا كثيرا عن هؤلاء العلمانيين، أنا لا أفرقهم أصلا عنهم. هؤلاء أيضا لا يمثلون الأنصار، بل لا يمثلون حتى الإمام الصادق.